أو صاروخ يسقطه الصليبيون على الليبيين. مليون دولار. نحن نصور الواقع. أهنيتهم. هذه خزانات الغاز وخزانات. لاحظوا هذا. لقد تكلمت خزانات النفط. يريدون تدمير الوضع ويريدون قتل المدن. عمرها 42 سنة وانت حكمها بالخير عمرك ما قلت لها يا شاب حبيب عمرك ما قلت لنا جردان هذا مكانا وقارين وحبوب حبوب مطلعنا قدم وقدمها الشرقية منك العزيزية زي ما قالوها الزبية هنحرك حدنا من العبودية احنا وسيد الجمعة خصوم قوية هنعلق كيف ولينا مع بعض
Daremo nel...